الآن ينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. رامي أهلا بك. إذا تابعنا معا كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويعني كيف كانت بالنسبة لك، يعني ما هو انطباعك حول هذه الكلمة، وخاصة أن الرئيس بايدن أصر في ختام الكلمة على تكرار كلمة أنا لا أقدم اعتذار على إسقاط البالون؟ مرحبا أميمة. أولا هذه الكلمة من الرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت بعد سلسلة من الضغوط الداخلية من جانب الكونغرس الأمريكي بغرفتيه، وأيضا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكذلك من وسائل الإعلام والصحافة الأمريكية، والتي لاحظنا في نهاية هذه الكلمة أن بعض الصحفيين كانوا يصرخون بأسئلة موجهة للرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي لم يجب عنها لأنه لم يكن هناك مجال للإجابة على أسئلة الصحفيين. ولكن هذا إن دل فيدل على أنه هناك رأي عام يرغب في معرفة المزيد عن هذه الأجسام الطائرة وأيضا المنطاد الصيني. الأمر الآخر والذي حرص عليه بايدن خلال هذا الخطاب هو أن يوجه كلامه للداخل والخارج، للحلفاء الخارجيين وللداخل، وليؤكد أنه والإدارة الأمريكية معه سيستمرون في إحاطة الكونغرس بكل ما يأتي، كل ما هو جديد بخصوص هذا الموضوع، وسيستمر وسيكون هناك شفافية في عرض هذا الموضوع، حيث أنه في بدايات رصد المنطاد الصيني كان هناك حالة من التكتم، وظل المنطاد لثمانية أيام يراقبه أو تراقبه الإدارة الأمريكية دون أن تحرك ساكنا، وفي نفس الوقت دون أن تتحدث عنها إلا عندما تم الكشف عنه وبدأت الضغوط تتوالى سواء من الصحافة أو من الكونغرس الأمريكي. أيضا حرص بايدن على توصيل رسالة مهمة للصين، وهو يقول أنه نحن لسنا في صراع معكم، ولكننا نعم في منافسة، ولا نريد أن تتحول المنافسة إلى صراع. وأيضا أكد على أن خطوط الدبلوماسية يجب أن تظل مفتوحة بين البلدين، فليس هناك مقاطعة. نعم، أيضا كان هناك تأكيد أخير في نهاية خطابه، والذي قال أنه لا يعتذر عن إسقاط المنطاد. نعم، هو يرى أنه فعل الشيء الصحيح ولا يقدم اعتذارا عن إسقاط المنطاد. رامي، يعني هذا المنطاد الذي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية هو حقيقة أكثر من منطاد، يعني هناك منطاد آخر ظهر فوق كندا. هذه الظاهرة ليست فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكننا رأينا هذه الظاهرة حتى في قارة أوروبا فوق أوكرانيا وفي أماكن أخرى كثيرة. يعني لماذا استوقف الرأي العام الأمريكي هذا الأمر، ولماذا أثيرت حفيظة الأمريكيين أو المعارضين أو الخصوم فيما يتعلق بإسقاط هذا المنطاد، على الرغم من أنه قد أسقط كما ذكر الرئيس جو بايدن بسلام وفقا لمعايير محددة، وقد تم أيضا جمع ما يعني كل المخلفات التي ترتبت على إسقاط البالون لتحليلها؟ في الحقيقة ما أثار حفيظة المعارضين والمؤيدين أيضا بالمناسبة هو التكتم، هو حالة ما يشبه التعتيم على الموضوع أو محاولة إخفاء الموضوع. وكان الإدارة الأمريكية كانت تقول إذا لم ينتبه أحد إلى هذا الموضوع فلن أذكره، وهذا ما في الحقيقة يثير غضب السياسيين الأمريكيين في الكونغرس الأمريكي، ويثير غضب الصحافة الأمريكية على وجه التحديد، كما يثير غضب الأمريكيين بشكل عام. هم يريدون مزيدا من الشفافية، وقد طالب أعضاء الكونغرس في جلسات استماع عدة خلال الفترة الماضية منذ ظهور هذا المنطاد، طلبوا الإدارة الأمريكية بمزيد من الشفافية ومزيد من الإفصاح، وإبقاء الكونغرس على اطلاع مستمر بأي تطور يطرأ في هذه القضية وفي قضية العثور على أي أجسام في الفضاء الأمريكي. يريدون أن يعرفوا الحقيقة، هذا في الحقيقة ما أثار حفيظتهم. ربما التعامل الأمريكي كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أو تعامل الإدارة الأمريكية، كان بقدر المستطاع حاسما، لأنهم لم يستطيعوا أن يستهدفوا المنطاد فور ظهوره، لأنهم كانوا يخشون سقوطه على بعض الأماكن التي يعيش فيها مدنيين، مما يتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات، وانتظروا حتى تأكدوا أن أجزائه ستسقط في البحر، وقاموا بعد ذلك بإسقاطه. ولكن في النهاية ما يثير حفيظة عدة أطراف هنا في الولايات المتحدة الأمريكية هو محاولة الإدارة الأمريكية بادئ الأمر
في التكتم على الموضوع وعدم الإعلان عنه، وأنه تم الإعلان نتيجة ضغط سياسي. وأعتقد أننا في المؤتمر الصحفي كان هناك صحفية تصرخ وتقول أنكم أعلنتم بسبب أن هل هذا الإعلان كان نتيجة ضغوط سياسية؟ هذا السؤال بالفعل يدور كثيرا في أروقة الصحافة الأمريكية وفي الأوساط السياسية وحتى في رؤوس الأمريكيين أيضا. طيب، يعني في هذه الحالة هذا يدعونا رامي للتساؤل أيضا عن ردة فعلهم إزاء ما صرح به قائد المنطقة الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما قال بأنه قد تكون هذه الأجسام أجسام من خارج الأرض أو من خارج كوكب الأرض. هو أيضا يعني حديث قد يكون ملفتا للغاية بالنسبة لهم، كيف استقبلوه إذن؟ في الحقيقة الإدارة الأمريكية استقبلت هذه التصريحات بعدم اكتراث كبير، وقامت بنفيها على الفور سواء في البنتاغون أو في البيت الأبيض، وربما لم يذكرها فقط سوى قائد المنطقة الشمالية ولم يذكرها أي شخص آخر بعد ذلك، فهي فرضية بعيدة جدا بالنسبة للأمريكيين الآن. ولكن ما أستطيع قوله هو ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه للتو، هو أن المنطاد الذي تم رصده أول مرة هو منطاد صيني بالفعل، وقد تأكد ذلك وقد اعترفت الصين بتبعية هذا المنطاد لها. ولكن الأجسام الثلاثة التي تم رصدها بعد ذلك ليس هناك ما يثبت أنها على علاقة ما هيتها بشكل عام. طيب رامي أخيرا، لماذا لم يتطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته للتصريحات الرسمية الصينية فيما يتعلق أيضا بتجسس الولايات المتحدة الأمريكية على الصين في العام الماضي عبر العديد من المناطيد التي كانت يعني تمر فوق الصين، وأيضا اخترقت 40 دولة المجال الجوي لـ40 دولة، لماذا لم يتطرق جو بايدن للرد على الصين في هذه الكلمة من رأيك؟ حقيقة أعتقد أنه تجنب الحديث في ذلك باعتبار أن البيت الأبيض والإدارة الأمريكية ردت مسبقا على التصريحات الصينية بهذا الشأن، وقالت إنها عارية تماما من الصحة، وأن الولايات المتحدة لم تطلق أي أجسام طائرة سواء مناطيد أو غير ذلك إلى الأجواء الصينية، وقالت إن كل ما يقال عن ذلك سواء من تقارير صحفية أو من الجهات الرسمية الصينية هو عار تماما من الصحة. أهداف بايدن كانت واضحة من هذا الخطاب، وهو يريد أن يظهر للأوساط السياسية والصحفية الأمريكية وحتى لعموم الشعب الأمريكي أنه لا يخفي شيئا، وأنه لا يريد أن يخفي شيئا، وأنه يريد أن يبقيهم دائما على اطلاع مستمر بأي تطورات تخص هذه القضية، كما أنه أيضا أراد توجيه رسالته إلى الصين بأنهم ليسوا بصدد مقاطعة أو بصدد صراع، وأن هذه الأمور يجب أن تحل من خلال القنوات الدبلوماسية، ولذلك يجب أن تبقى القنوات الدبلوماسية بين البلدين مفتوحة كما قال بايدن في خطابه. نعم، وبأنه تنافس وليس صراع. شكرا جزيلا لك رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من واشنطن.